نرجع لكم مشاهدينا وبنرجع لحتى نتابع يوم جديد الناشط مثل ما سبق وخبرناكم بكل الأنشطة يلي عم بتكون من مهرجانات لأنشطة موسيقية كمان غير شكل كلها عم بتكون بمناطقنا اللبنانية. تحديدا بدنا نحكي عن مهرجانات ملاعب، كل التفاصيل بهاللقاء. ريبال ملاعب، صباح الخير. ذكر حضرتك موسيقي ومدير مهرجانات ملاعب لا موسيقى الحجرة والفنون الجميلة. يمكن شوي هيك التيتر يلي عم بقوله برن غريب. غريب. شو يعني موسيقى الحجرة أو الحجرة والفنون؟ لا الفنون الجميلة منعرف، بس موسيقى الحجرة. ملاعب فيستيفال بالإنجليزي عنوانه ملاعب فيستيفال فور تشامبر ميوزك أند فاين آرتس. موسيقى الحجرة يعني تشامبر ميوزك، يعني هي الموسيقى اللي بتصير بنطاق التشامبر الأوضة. منا موسيقى لصلاة ضخمة فيها 10,000 شخص أو شيء، هي موسيقى بتصير بالأوضة. وبالتالي بتتشكل من موسيقيين ابتداء من شخصين عم بيعزفوا لثمان أشخاص مثلا، وممكن يكون في تشامبر أوركسترا، بس بالحالة تبعنا نحن بالمتحف رح يكون عنا يعني من 2 موسيقيين لثمان أشخاص على المسرح. نعم، هيدي للسنة الثانية على الطويلة عم بتصير، المهرجان بلشت فيه أنت شخصياً السنة الماضية، لقى استحسان كتير كبير، والأشخاص اللي ما كانوا مطلعين كمان على هالنوع من الفن تعرفوا عليه وحبوه وطلبوك فيه من جديد، وأنت كمان بعدك محمس لحتى تعطي هالنوع. الفستيفال انطلق سنة الماضية بالتزامن مع افتتاح متحف جميل ملاعب للفن تبعه، فبالتالي لقيت انه البيئه كثير مناسبه ليصير في فيستيفال للموسيقى. يعني شو في شيء مثالي اكثر من فيستيفال للموسيقى بمتحف فيه فنون بمنطقه فيها طبيعه وسنوبر وجبال واكل لبناني وبيوت حلوه وناس حلوين وموزايك ومنحوتات، فكل هيدي العناصر بتشكل البيئه المناسبه ليصير في فيستيفال فني. وخصوصي انه هذا الفستيفال مش جماهيري ولكن هو خام نخبوي، بس اكيد مجاني لكل الناس، يعني بيوصل لكل الناس بالضياع اللي يمكن هن مش كتير عم بيوصل لهم هذا النوع من النشاطات. كثير منيح، نحن معنا مجموعه من الصور رح نشوفها على الهواء هلا مع المشاهدين. ريبال، وبدنا نعرف كمان شوي اكثر منك، مين هن الموسيقيين اللي رح يكونوا موجودين؟ كيف رح يتقسم المهرجان؟ الموسيقيين هن من عده بلدان، اول شيء في من لبنان ماريو الراعي، ساري خليفي وجانا سمعان من جبيل، مدينه جبيل، وفي الاوروبيين اللي هن جايين من سلوفينيا، بريطانيا، هولندا وألمانيا. رح نجتمع كلنا، رح يجوا بهذا اليوم، رح نجتمع لفترة أسبوع، رح نكون عايشين بالمتحف عم نتمرن وعم نتفاعل مع الناس. عم شوف الصور يعني مثلا هيدا من سنة الماضي، هيدا من سنة الماضي، هيدا المسرح تبع المتحف بتشوف الموسيقيين، وفي بالمسرح أكيد في لوحات تبع الفنان جميل ملاعب، والمسرح بيساع ل 250 متفرج دائما عم بيكون فل ومثل ما عم بتشوفي. نعم اوكي، هيدا التشامبر ميوزك مثلا، هيدا سترينج كوارتيت كنا عم نقدمه السنه الماضيه، عم نعيش مع بعضنا لفتره اسبوع وعم نختمها بحفلتين. السنه رح نعمل حفله ببيسور بالمتحف ب 28 اب الساعه 7 بمتحف جميل ملاعب. والحفله الثانيه رح تكون ببيروت بالجامعه الامريكيه بالأسامبلي هول الساعة 7 كمان، كرمال كمان نوصل لجمهور اللي ببيروت. أكيد. هلا بالتزامن لأنه الفستيفال مش بس للتشامبر ميوزك كمان للفاين آرتس، رح يكون عنا السنة معرض وطني للفن اللبناني شامل لفنانين ابتداء من داوود القرم اللي هو مواليد 1852، يعني عم تحكي عن فنان عمره أكثر من 150 سنة، و مرورا بسيزار جميل، حبيب سرور، عمر الأنسي، وصولا للفنانين المعاصرين الكونتمبرري لبنيز ارتست مثل بول غريغوسيان، عارف الريس، رفيق شرف، امين الباشا. يعني رح يكون في حوالي 15 فنان لبناني اعمالهم رح تكون موجوده بالمتحف، واللي بيزور هذا المعرض رح يتعرف على الفن اللبناني من 150 سنه لهلا. حلو، واكيد بالصالات الثانيه تبع المتحف في فن جميل ملاعب اللي هو اللي اسس المتحف واللي هو اذا بدك صاحب كل المشروع واللي والاساس تبع
بس مثل ما باين كمان ريبال عم بتقوم بمجهود كتير كبير، يعني مش بس الموسيقى، بس بعتقد كمان بعتقد فنون جميلة. ما في شيء أفضل ينعمل بالحياة، يعني إذا واحد عنده التشانس، إذا يعني أنا لي 6 سنين بفيينا عم بدرس، أوكي، ما بعتقد انه اتس فير، يعني عادل الامر انه اعيش حياتي الموسيقيه بفيينا وبس اجي على لبنان لاكل تبوله وحمص وكاس عرق، عرفتي كيف؟ انا بعتقد انه لازم اذا بموقع بقدر وصل الموسيقى والحياه الخاصه الفنيه اللي بعيشها للناس، ليش لا؟ ونفس الشيء جميل بي عنده فن وعايش حياته الفنيه، بس اذا قادر هو انه يخلي الناس تبعه من أهل مدينة لأهل جبل لأصحاب لناس بيقربوا إنه يوصلوا لهذا الفن وكمان يعيشوا فيه، يفوتوا على المتحف، يطلعوا لبرا يعيشوا كمان، مثل واحد لما يكون مبسوط بده يشارك سعادته مع الآخرين. حلو. يعني أنت إذا ليش ما يكون أناني يعني بالضبط، أنت إذا بدك تعملي مشوار بتعمليه لحالك أو بتفضلي تعمليه مع أصحابك؟ نحن بحياتنا اللي هي عبارة عن مشوار فني وموسيقي، بدل ما نعمله لحالنا عملنا متحف الناس بتعيشوا معنا، عملنا فيستيفال للناس تحتفل معنا، ولا اكيد انا فيي بس اعمل حفلاتي باوروبا وما ما اتفاعل مع العالم، او حتى بلبنان اعملهم بس ببيروت، انا بقدر اعمل حفله ببيروت، ليش عم بعملها بضيعه بجبل لبنان؟ حلوه فكره الانتماء، وخاصه بالزبط. من شاب يعني انه هالقد يكون بعده متمسك هيدا واجب، انا بعتبر هيدا واجب على كل لبناني بيطلع لبرا وبيكون عنده التشانس انه يعيش International level of art، لازم يشاركوا مع أهله وإلا مين. قبل ما أختم معك ريبال، كمان مثل ما عرفت منك قبل الهوى، في مثل متحف للفيولون كمان، مش متحف، بما أنه الفستيفال لأنه مقسم لعدة نشاطات، في الشامبر ميوزيك كونسرتس 2 بيروت وبيسور، في المتحف الوطني اللبناني، عفوا المعرض للفنانين اللبنانيين، وفي الشق الثالث اللي هو معرض لآلات موسيقية. أوكي. بيقدموا صانع الآلات اللبناني الفيولونات، يعني أرتي اسكندريان. بهيدا المعرض كمان رح يكون في آلات أنتيك فايلنز فرنش وإيطاليان، كمان اللي هن عمرهم 200 سنة وإلى ذلك. هن موجودين بالأساس بلبنان ولا أنتم؟ هن بكولكسيون بيملكها أرتي اسكندريان، رح يعني رح نستضيفه إذا بدك، ورح يقدم آلاته الشخصية اللي هم قدمها هلا، يعني اللي هو صنعها من بهيدا العصر، يعني من 10 سنين أو من 5 سنين أو من فبالتالي هيدا الفستيفال بيكون غني لأنه موزع على 3 مناسبات فنية خام، دخول مجاني، أي الكل مرحب فيه إنه يكون موجود يتعرف، بيقدر يسمع كونسرت موسيقي، بيقدر يشوف تاريخ الفن اللبناني، وبيقدر يطلع على آلات موسيقية عمرها 200 سنة ويشوف على شو نحن كيف عم نعمل موسيقى على أي آلة. حلو كتير. طب هون بالنسبة للمحلات والمطارح، بس نقول انه مجاني بيكونوا كتار يلي عبالوا انه يطلعوا، بس بينقذوا شوي من فكرة اذا مجاني كيف بدنا يعني نلاقي محل؟ مثل ما بيقولوا ما بتكمل معه للواحد، اذا ما نعمل تيكت بيقولوا ليش عملت تيكت بالضبط، واذا عملناه مجاني بيقولوا بلكي اجا كتير ناس. عم بيصير في كونسرت بالكنيسة بالمونو للأوركسترا الفلهرمونية اللبنانية والدعوة عامة. الكنيسة ما بعرف قديش بتساعد، لنقول 1000 شخص، طب بلكي اجى 1500 شخص، هيدا يعني ما فينا نسيطر، في وزو حاله يفوتوا شوي على المعرض بالضبط. انا بقوله انه احسن يكون دخول مجاني ويجي كثير ناس عن انه نعمل تيكتس والناس تحس انه مثلا مش قادره تجي. نعم. يعني انا بفضل اوصل لكل الناس على انه حدد وقول انه بليز وين بطاقتك. مش مشكله هذا، يعني ما في يكون كمان مسؤول عن كل شيء ويكون كل شيء بيرفكت، عم بعمل قد ما فيي لاوصل لكل الناس. حلو كثير، ومشكور مشكور ريبال على هالإفور يلي عم تقوم فيه، اكيد كله على عاتقك ونفقتك كمان. نعم. الخاصه ريبال ملاعب الموسيقي ومدير مهرجانات ملاعب لموسيقى الحجره والفنون الجميله، بدي اتشكر حضورك معنا وعقبال كل سنه اكيد. شكرا لك. اهلا وسهلا.